السلام عليكم اخواني واخواتي، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله صباحكم جميعا. يطيب لي ان ارحب بكم جميعا في المنتدى الاقليمي للمحتوى الرقمي العربي الذي تتشرف دولة قطر باستضافة دورته الرابعة بدءا من اليوم وحتى السابع من هذا الشهر. السيدات والسادة، يتجه الاقتصاد العالمي اكثر فاكثر نحو الاعتماد على المعرفة ونحو ما يعرف بالاقتصاد القائم على المعرفة وما تستطيع المعرفة أن تسديه للاقتصاد من حركة وتنمية وإنعاش. وقد أولى المجتمع الدولي اهتماماً كبيراً لاقتصاد المعرفة، ويبدو ذلك من خلال تقارير التنمية البشرية التي أصدرتها كثيراً من المحافل والمؤسسات الدولية، وتتعاظم في هذا الاقتصاد قيمة المعلومات وأهميتها، ويعتمد نموه على نوعية وكمية المعلومات المتاحة والقدرة على الوصول إليها. ومن ظواهر هذا التحول توجه المجتمعات أيضاً إلى ما يسمى بمجتمع المعلومات، حيث تقود فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإنتاج المتسارع لخدمات ومنتجات جديدة مبنية على المعرفة والإبداع، تغطي طيفاً من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وغيرها. ولا شك أن للغة دوراً كبيراً في الاقتصاد الرقمي، فاللغة هي أداة حصول المعرفة الاقتصادية وتدويلها، ودلالة اللغة على المعرفة الاقتصادية تسند إليها وظيفة جديدة هي الوظيفة الاقتصادية للغة. وللغة العربية علاقة وطيدة بمجتمع المعرفة والنهضة عبر التاريخ، حيث نهض العلم باللغة العربية ونهضت اللغة العربية به، حيث أفسح العرب مجالاً لتقدم العلوم والفنون ورفعوا منارة الحضارة أكثر من 5 قرون، وخالطوا الشعوب وتعلموا لغتها واقتبسوا منها بعض العلوم والفنون. وكما يقال أن اللغة هي الوجود ذاته، وقد أصبح هذا الوجود مرتبطاً بثقل الوجود اللغوي ومدى توفره على الشبكة العنكبوتية، ويتطلب استخدام اللغة العربية على الإنترنت، وهو الوعاء الأكبر للمعرفة المتوفرة اليوم. أدوات معلوماتية أساسية تعتمد على حوسبة اللغة العربية وتحليلها بشكل علمي دقيق، وأهم هذه الأدوات هي محركات البحث والمعاجم. وعامة الناس في البلدان العربية هم الهدف في بناء مجتمع المعرفة المستقبلي، ويجب بذل جهد خاص لجعل وعاء المعرفة في تناولهم، ومن خلاله زيادة ويجب بذل جهد خاص لجعل وعاء المعرفة الأكبر في متناولهم من خلال زيادة معرفتهم باللغة العربية، ليستطيعوا بدورهم توليد المعرفة بلغتهم الأم وتوسيع المحتوى الرقمي العربي كما يحدث في اللغات الأخرى. السيدات والسادة، الحضور الكريم، لقد تبنت حكومة دولة قطر سياسة واضحة وسليمة لتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية في البلاد بشكل متسارع، وركزت العديد من المبادرات الحكومية على الإعلام الرقمي لرفع مستويات الوعي باستخداماته ودفع عجلة النمو في هذه الصناعة في المستقبل، فضلاً عن دعم وتعزيز مبادرات تطوير المحتوى الرقمي العربي. واسمحوا لي أن أشارككم لمحة سريعة وموجزة عن بعض جهود دولة قطر في هذا المجال. فقد قامت الدولة بإطلاق معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، وهو الأول من نوعه، والذي يتتبع شجرة نسب المفردة العربية منذ ولادتها وأطوار حياتها حتى وصلت إلينا بدلالاتها العصرية، ويحفظ للعرب لغتهم وهويتهم وحضارتهم. ويقدم المعجم عبر بوابة إلكترونية متطورة تعطي أنواعاً عدة من الخدمات اللغوية والمعجمية والإحصائية غير المسبوقة، ويشكل المعجم قاعدة انطلاق لعديد من المشروعات العلمية كبناء أنتولوجيا دلالية عربية وإنجاز دراسات وأبحاث لغوية ومفهومية معمقة في مجالات المعرفة المختلفة، باعتباره يشكل نهضة لغوية عربية حقيقية. وتعد دولة قطر واحدة من أكثر بلدان العالم في سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف النقال والألياف الضوئية، ولديها أيضاً واحداً من أعلى معدلات انتشار الإنترنت بين الأفراد، وهو ما يرسي بيئة خصبة للابتكار
والإبداع الرقمي والوصول السريع للمعلومات. كما تم تأسيس برنامج المشاعر الإبداعي في قطر لتشجيع وحماية الإبداع الرقمي، فضلاً عن إطلاق النطاق العلوية القطرية باللغة العربية، وإطلاق الخطة الوطنية لرقمنة التراث الوطني والثقافي لدولة قطر، والتي تسعى إلى المساهمة في إنشاء محتوى عربي رقمي عالي الجودة يضمن أن مسار الدولة نحو الحداثة متأصل في قيمها وتقاليدها. ويعمل معهد قطر لبحوث الحوسبة على تطوير العديد من المبادرات والأدوات لإحياء اللغة العربية وتشجيع استخدامها في العالم الرقمي وتحسين تجارب مستخدميها عبر الإنترنت، وذلك من خلال سد النقص في المحتوى الرقمي العربي وتعويض غياب الوسائل التقنية. ومن هذه المبادرات مبادرة إثراء، حيث تعاون المعهد مع ويكيميديا لترجمة مقالات موسوعتها إلى اللغة العربية، فضلاً عن ترجمة محتوى مايو كلينيك الإلكتروني لتوفير معلومات طبية موثوقة باللغة العربية. وتم تطوير أدوات لتعزيز المحتوى العربي، وهذه الأدوات متاحة لاستخدام الجميع مثل إدارة فراسة، حيث يمكن للجميع تحميل هذا البرنامج ودراسة شفراته البرمجية ورؤية كيفية عمله من الداخل، وبل تحسين خوارزميته. كما قامت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بشراكة مع مؤتمر تب تحمل اسم تب بالعربي، وهي منصة تهدف إلى تبادل الحلول والابتكارات وقصص النجاح باللغة العربية بهدف بناء ثقافة جديدة تركز على توليد الأفكار التي تنطلق من العالم العربي. كما وقعت غرفة قطر للتجارة اتفاقية تعاون مشتركة للتدريب الإلكتروني مع الشريك الاستراتيجي الإقليمي بنيوز أكاديمي، والتي تمتلك واحدة من أكبر منصات التعليم والتدريب الإلكتروني باللغة العربية. وتقود جامعة كارنيجي ميلون في قطر فريقاً بحثياً جديداً يعمل على وضع خريطة لغوية تفاعلية للهجة القطرية، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات داخل البلاد. كما توفر مكتبة قطر الرقمية للباحثين والمهتمين بالتراث العربي والإسلامي مجموعة من المخطوطات العربية النادرة والقيمة، حيث تضم المجموعة التي تعود إلى المكتبة البريطانية قرابة 15,000 مخطوطة مصنفة في نحو 4,000 مجلد، كما تحتوي على 500,000 وثيقة حول تاريخ قطر ومنطقة الخليج العربي والعلوم العربية والإسلامية. وتتاح هذه المواد على البوابة الإلكترونية للمكتبة مجانا لكافة المستخدمين. سيدات والسادة، إن حماية اللغة العربية بصفتها أهم أسس القومية والهوية يتبلور في استكشاف الآليات التي تساعد على تدارك نقص المعلوم المحتوى العربي على الشبكة لرسم الملامح الوطنية والحفاظ على الهوية العربية، حيث أن دور اللغة العربية يتجاوز كونها وسيلة تواصل إلى أنها تمثل العنصر الأساسي المكون للهوية والسمة البارزة والمميزة لهذه الهوية، وهي الوعاء الحاوي لثقافة الأمة والحامل لقيمها وخصائصها وسماتها وتاريخها وتقاليدها. ختاماً، اسمحوا لي أن أتوجه بخالص الشكر لكل من شارك وساهم في هذا الحدث من متحدثين ومنظمين وحضور، متمنياً لمؤتمرنا النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة الأستاذ محمد على كلمته، والآن ننتقل إلى والآن أدعو السيد خالد والي، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة الدول العربية، لإلقاء كلمته، فيتفضل مشكورا. السلام عليكم جميعا. معالي الدكتور محمد بن ناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات بدولة قطر، السادة المشاركين والحضور، حقيقة بداية أحب أشكر هيئة تنظيم الاتصالات بدولة قطر على المجهود الذي تم خلال الثمان شهور الماضية لتحضير هذا المنتدى بالتعاون مع المنظمة العربية للتكنولوجيا للاتصال والمعلومات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكو طبعا، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المكتب العربي للاتحاد الدولي للاتصالات. هذا المنتدى باختصار للمحتوى الرقمي العربي جاي في وقت مهم جدا، بحيث طبعا احنا اكثر من 440 مليون شخص في جميع انحاء الوطن العربي، او خامس اكثر اللغات شيوعا في العالم، تعاني اللغه العربيه من نقص تمثيل واضح في على الانترنت. ايضا لابد من الاهتمام وتطوير ونشر
أسماء النطاقات باللغة العربية تسهيل الوصول للمحتوى لغير متابعين باللغات الأجنبية. برضو ما ننساش أن فترة الكوفيد أو الكورونا انتشرت التوعيات باللغة العربية، فكان من المهم جدا أن يكون عندنا منصات باللغة العربية. أيضا خلال أزمة كورونا والتحول الرقمي وزيادة في تقديم الخدمات عن طريق الإنترنت، مما يساعد بشكل ملحوظ في زيادة المحتوى العربي على المواقع الخدمية ومواقع البيع الإلكتروني. أيضا التعليم عن بعد كان مهم جدا، كان الاهتمام بهذا المحتوى الرقمي العربي، حيث يعني في الفترة القادمة هيبقى في التعليم عن بعد والعمل من المنزل، فده مهم جدا. طبعا في النهاية أحب أشكر العاملين والحقيقة والمشاركين والمتحدثين وكل شخص عمل في 8 شهور الماضية على نجاح هذا المنتدى، وأتمنى لهذا المنتدى التوفيق والنجاح ولدولة قطر إن شاء الله في المستقبل في تنظيم منتديات ومؤتمرات واجتماعات على مستوى أعلى، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح. وشكرا جزيلا.